السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، وتعالوا نشوف واشترينا حمام ايه جديد. قبل ما نتكلم في اي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهاردة ان شاء الله اللي احنا هنتفرج عليه داخل غاية كده، جايبين كام دكر كده من محافظة، جايبينهم من طنطا، حمامتين من قلب بيبان. اللي حابب يتابع كم فيديو اللي احنا هنعملهم واحنا بنسايب الدكورة دولت، يكتب كده متابع في قلب الكومنتات من تحت. طبعا الغاية دي مش عارفين يا جدعان هتبطلها امتى. اتكلم عن نفسي، انا واحد من عشاق الحمام ومن عشاق تربية السمك. طيب كم واحدة اللي انا هوريهم لك دولت بدل ما اتعب نفسي واجيبهم زغليل وربيهم زغلول، دولت يا جدعان اللي هم بيعملوا لك المشاوير، دولت اللي انت بتفتح باور لنفسك وبتفتح سكه لنفسك. فانا مش هربي اللي هو مثلا ايه، مش تقليل من حمامايا، انا مش هربي اللي هو فرد حمام استرالي عشان خاطر اللي انا ايه افضل اعلم فيه واعمل فيه. لا، عايز تفتح لنفسك سكه غير السكه اللي انت بتعملها، تجيب لك كام فرد حمام زي ما احنا بنقول مثلا ايه، نجيب دكرين دشار من منطقه جنبك عشان خاطر اللي هم يمشوا على الاتجاه بتاعه. طيب احنا بنجيبهم من اقاليم او بنجيبهم من محافظات عشان الحمامتين دولت لازما يكونوا متمرمطين، لان المحافظات يا جدعان في محافظات كتير من كتر الغيات اللي جنب بعضها الحمامه بتاعتها بتبقى فتوه. يعني عندك طنطا، عندك المنصوره، دمياط، عندك محافظات كتير برضه عشان ما نقللش من اي محافظه، كل الناس غواي وكل الناس نششوا على دماغنا من فوق. بس في محافظات يا جدعان دي اللي انت تجيب منها الحمامية اللي هي الدشار، او تجيب منها شوية شبابات اللي انت تعمل لنفسك سكة. مش اي من ربة في اي محافظة اللي انت تجيب منه شوية وتقول دولت هيفتحوا لنفسهم سكة. انت تاخد الحمامية اللي هي متمرمطة في قلب منطقتها، تاخد الحمامية اللي هي متمرمطة في قلب غيتها، ما تاخدش الحمامية اللي هي بنت اسم الله، ما تاخدش الحمامية اللي هي بتعمل سكك وما بتخالطش، اللي هي ما بتاخدش، تاخد حمامية اللي هي تكون من صغرها لغاية ما اللي هي اتبوبت وبقت تترمي، اللي هي ممرودة وطالع عينيها، دي اللي انت تاخدها، دي اللي هي هتخدي معاك، دي اللي هي هتخدم معاك في قلب غيتك. طيب دلوقتي اللي احنا برضه عشان ما نطولش عليك، لان هي الكام فيديو اللي احنا هنتكلم فيه في حتة الدكورة دي، حبينا بس نموه على اللي هو الدكورة اللي احنا جايبينها عشان خاطر الناس اللي هي تقول لك ايه، انت ما بتنشش دكورة. ماشي، انا بنش زغلول وصانع في تربية الزغلول، يعني الحمد لله الغاية كانت فاضية في شهر واحد، الحمد لله السنة دي ان شاء الله هنعمل جيم كويس، يعني بعد ما اللي هو لو في رمي يزعقنا المولى هنعمل جيم وهتتبسط. حتى لو ما فيش نش هكيفك بالجيم اللي انا هنلعبه ان شاء الله السنة دي، ربنا يدينا ويديكم العمر، ولو في العمر بقية كده ان شاء الله هنعمل شو كويس. طيب احنا هنتفرج كده مع بعضنا. اول نقول بسم الله، بص يا جدعان، بص فرد الحمام، بص عدة فرد الحمام، ريشه متستف، ريشه ملضوم، الجريدة ورا الجريدة لازقين في قلب بعضه، مش عاملين كده. حمام بتمسق له وبتكلفه بالسرقة، فاهم ازاي؟ حمام تكلفه وتمسق له سرقة، بتحط ايدك وخايف اللي هو يخبطك في وشك ويعدي. بص تحياتنا لأهل طنطا بالإجماع، تسلم ايدك ابو يوسف، عاتل اخويا وحبيب قلبي رمى ابو تشيش، ابو احمد حبه حبه تزيد محبه.
قلش والسحام متساوي كله في الرمل، واخد بالك من دي؟ الحام كله عليه خمسات، واخد بالك من اللقطة دي؟ عيد كده الحتة دي، عيد الكام فردة حام اللي احنا اتفرجنا عليهم مع بعضنا، اللي هو كل فردة حام عليه خمسة، معنى كده الحام متساوي ببعضه، الحمام خلص مأموريته واستحمى وتتخزن في البيبان للموسم اللي بعده. خد ده عشان احنا مش محضرينهم، تعالى خد ده، شايف ده؟ شايف ده بقى عليه كام؟ اهو تعرف تعد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عارف ده ليه؟ عشان ده خدمة، عشان ده بيخلص مأموريته وخلاص، خد حمايتك واستنى للموسم الجاي. شايف الفتوة ده؟ ما تتخضش. شايف ده؟ بص وش عامل ازاي؟ اهو. نفس القصة. خمسة. ما بخمس بس هم عليهم خمسات. واخد بالك؟ شايف جريد الحمام عامل ازاي؟ اهو. ازرق قطيفة بالدبوس. خمسات وستات، يعني فيهم كم واحد كده؟ عليهم ستات. تمام يا رجالة؟ اه ده واضح. كده بالنسبة للكام دكر اللي احنا جايبينه، باين في دكرين تاني كده برضو هنتفرج كده مع بعضنا عشان برضو ايه عدم اطالة الفيديو، وهنلم الكام زغلول دول برضو كده عشان خاطر قبل ما الدنيا تقفل علينا. حابب نسيب الدكورة دي مع بعضنا وتكتب متابع، وهتكتب في قلب الكومنتات معلش اللي طلع عليكم، معلش كنا ما بنعملش فيديوهات بس غصب عن الواحد، حبينا اللي احنا برضو كام دكر نجيبهم في عز الصيف بحيث اللي هو لازم يا جدعان في قلب غيتك دي لازم يبقى فيه جديد عشان ما تملش في الغيه. الغيه دي غيه شتاء، لو بتموت هتطلعها. الغيه دي غيه شتاء عشان رمي ونشو والقصه دي، لو بتموت هتطلع. لكن في الصيف، في الصيف بيبقى في حته الزقها ان انت مش عايز تطلع من الجو والقرف والزهق والكلام ده، وامراض كتير في تربيه الزغلول والقصه دي، فالناس بتمل في تربيه الحمام في قلب الصيف. ده برضه حبينا اللي احنا نبذه كده بسيطه. كسبان مستمر، اللي بيحب الغيه ما بيعرفش يبطل ده. تمام يا رجاله؟ فان شاء الله انتظرونا
مع كل جديد ده انا معكم كنت ادم ابو عمر. السلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.